إذا هذا البزنس كوي والله ممكن كوي. هلا يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم اتنا الوافي. الحين الإنسان يفكر بتك تك بخطط يدفع للسهلة عشان تجي الصعبة. يمشي الطريق المنحرج عشان يختصر المسافة. يحدد أهدافه ما يمشي عليها. غريب الناس غريب الدنيا دي. ليش دائما الإنسان يحب الأشياء الصعبة؟ سؤال. نعشق من اللكم يقول لك بغموض سام مدرك كيف ذاته ولا فهم وش هو الذي بمكدرنه من عبث الدنيا حصن عن شتاته يكسر حظوظه مره تكسر انه كم حرف الشعر يكتب مفرداته بالغزل والمدح جفني مسهر انها تسلى بالقصيد ومجرياته لو عيون الناس شعرية ما قرنه يا محبي لي يحبك وش جزاته غير سيف البعد صوبه مشهرنه لا نكرك ولا يسويها سواته اظلمه واقنع اظلمه واحكمه دامك مقنع عنه. نعشق من الاكل في اخر فتاته ونعشق من الحب ليعاته ونه ونعشق من المدح زيف مجاملاته ونبكي اللي مات بعيوننا بكنه يبكي اللي مات بعيوننا بكنه. الحياة دروس ليفهم حياته والعمر لحظات ليه هو حاسبنه. لو تلف الكون في أربع جهاته ما تلاقي مثل حبي لي أكنه. هات لي من ربع ما حبيت هاته أعرف أن القلب ربع مكفينه. ومن هذه الأبيات التي من كلماتي ندرك أن الإنسان لا يقتن دائم. لو يتوفر عندك شيء سهل تدور على شيء صعب. أعرف ناس وتعرفون ناس وأنا أعرف ناس كلنا نعرف ناس يا طويل العمر يكون ما شاء الله مفطح كامل قدامهم ما يأكلون منه. يروحون ياكلون من العظام يقعدون يسمونه يا اخوي يصفون العظام بالمختصر ينشون العظام ذبيح مفطح كامل قدام قعود كامل. لا العظمه هذه خلص اللحم اللي فيها يبس اللحم اللي فيها يبسه يعني يبسه. ليش ما ندري. كلكم سوى أربع صيان يا رز بس يعني الشيف غلط وحرقه من جانب ولا شيء بيتضاربون على ذلك اللي محروق كامل صحن. لا المحروق قناعة. لكن دائم الشيء النادر المرغوب النادر
والممنوع، بس الممنوع مو مرغوب عند أغلبية الناس، مرغوب بس عند بعض الناس اللي يحبون. قال لك هذا ممنوع خلاص أنا هذا بسويه. ممنوع تحرك الماي. طيب عادي خذ راحتك، الماي هذا حركه ولا لا؟ ما هو ما لي حاجة فيه خلاص، حرك ماي شي ليش؟ لكن ما دام ماي لا لا، يعني ممنوع أو شيء كذي خلاص. ممنوع مثلا تحرك الكوب، وشيل الكوب وحطه. ليش؟ لأنه ممنوع. قناعة قناعة، ما نقول لكم شيء. والله إن في أشياء مهمة، في شيء مهم يا أخي يدور لي ببالي من أيام. شيء حاطني على راسي ثقل، ثقل حاطني على راسي، وصار لي فترة طويلة أفكر أبى أصيغها بطريقة حلوة، لكن ما قدرت. الكلمات، أو كنت بسوي قصيدة يعني، الكلمات عجزاً عن التعبير. حاولت أجيبها بشي مونتاج كذي ما ضبط. كل ما أسوي شي أحسه أدون من المطلوب، لكن بسويه. أسوي عفوي، دائما الأشياء العفوية تدخل من القلب إلى القلب. كلمة شكر، كلمة شكر، كلمة امتنان، كلمة تقدير، وفي النهاية تقصير. تقصير صار مني، التقدير، الامتنان، الشكر صار من الناس اللي ساهموا بقوة في الليلة العمانية. والله ما أعرف كيف أشكرهم، سووا ليلة جبارة صارت ترند حوالي 4 أو 5 دول من قوة الليلة. كان فيها مبالغ كبيرة، جوائز قيمة، وهذا كله ليش؟ عشان يعني فريق دعمي يبغى يمثلني خير تمثيل، ما دام انه حضر شخصيا الى السعودية. بيض الله وجهه. في جنود كانوا في ستار، اللي هم يعني قد على المسرح، واللي هذول عادي يقدر اني اشكرهم، ويقدرون الجمهور يشكرون لأنهم شافوهم على المسرح. لكن في جنود خلف المسرح، في ناس خلف المسرح ما شفناهم، لكن كان لهم نصيب كبير كبير من هذه الليلة. بنبدأ إن شاء الله بالجنود اللي على المسرح، الإعلاميين، المنشدين، الشعراء، الركائز اللي جو في الليلة العمانية. الإعلاميين، واحد ناشط الاجتماعي، والممثل أمبورك مبارك المعشني، مقدم البرامج التلفزيونية محمد المخيني. نجينا على الشعراء، الشاعر عبد الرحيم بن زايد، الشاعر خالد بن سليمان، الشاعر اللي صراحة أسعدني بحضوري جدا جدا، أبو ناصر زايد بن ناصر البطحري. وأتمنى أكون ما الشاعر خالد بن سليمان ذكرته قبل. والمنشدين المبدعين اللي يتحفون بأصواتهم ما شاء الله ما شاء الله، عبد الحميد الكيومي،
واللي أعشقه صراحة من بدايته ومن انطلاقته محمد البعدي، عاشق لشيلاته من أول ما عرفته. وأيضا هلا والله، السلام. أعوذ بالله من وصلنا المنشدين، شكرنا المنشدين. القهوة هني موجودة. لا لا، ف واللي هم اللي كانوا ركائز الجلسة، الدكتور أحمد والشيف سالم السنيدي، كل الشكر صراحة. وأيضا الشباب اللي كانوا، اللي هم الجنود، جنود خلف الستار، واللي قاموا بالأشياء تقريبا أغلبيتها، لكن كانوا ما تواجدوا على المسرح، كانوا خلف المسرح. الأستاذ إبراهيم الجنيبي والشاعر خالد علي الجنيبي كان لهم النصيب الأكبر صراحة من الإبداع. وأيضا أخونا من دولة الإمارات الشقيقة دوية من الدرع يشكر على حضوره وعلى مساندته. وفي ناس جو بعد الليلة العمانية، واللي هم كان مفروض يجون في الليلة العمانية، لكن جو بعد الليلة العمانية بحكم ظروف أعمالهم وأشغالهم اللي صار عندهم ووصلوا إلى هني، دعموا بالحال والمال، وكلمة شكر لا تكفيهم. ناس كان لهم النصيب الأكبر في تواجدي هني، سواء بالدعم المعنوي أو الدعم المادي. الدكتور سالم بن سليم نائب رئيس غرفة التجارة وصناعة عمان، والشيخ غانم بن ظاهر البطحري، أبو ذياب، كل الشكر والتقدير. نفس الشيء له، جزاه الله خير، تعنى ووصل إلى هني وساهم وما قصر نهائيا، فكل الشكر له. وأيضا أخي اللي كان غايب من فترة واللي شافه الجميع، جزاه الله خير، كان في فترة طويلة خارج عمان، وجاء عمان فترة بسيطة وعلى طول جاء هنا. فأيضا أبو زناد له الشكر والاحترام على قدومه، وجزاهم الله خير، ما قصروا جميعا ولا أنسى أحد، وإذا نسيت أحد أعتبر أنا مقصر، وكلامي في هذا الوقت وبهذه اللحظة هو تقصير مني أنا، لأن كان المفروض هذا الكلام من البداية. لكن حتى يوم كانوا يسألوني يقولوا لي يعني وينك ما شفناك، هذه الأشياء، كنت دائما أجهز أشياء، قصايد أجهز، أحاول أجهز أشياء متسلسلة للشباب كلهم، لكن والله ما حصلت شيء يليق بمقامهم أو يليق بالتعبير عن الامتنان والشكر اللي بخاطري لهم إلا هذه اللحظة. لو أنها أحسها مو موفية، لكن إن شاء الله أنها تكون وصلت شكري. ومن وراء طبعا الجماعة اللي أقاموا على الليلة العمانية هنالك جنود، مش خلف الستار، خلف الستار، فريق الدعم اللي جالسين على المونتاج، اللي جلسوا على الإعداد، الفنان أو المنشد قصدي جمع العريمي اللي كان له تدشين في الليلة العمانية، وأيضا المنشد اللائق الكبير المتألق زايد بن سابر اللي نفس الشيء دشنا أنا وياه من كلماتي. فكان الإبداع من الجميع، والحمد لله نجحت بكل معاييرها، نشكر الله. وأيضا أصدقائي اللي في المتسابقين اللي أنجحوا الفقرة كاملة بتفاعلهم، بتعاملهم، باحترامهم، بتقديرهم، فكل الشكر للجميع. عليكم السلام والرحمة. اسمحوا لي أول كنت أفكر بعقلي شوية. هذا أول شيء، أول شيء نشكر عمان
كنت اكلمك انها جابت واحد مثل عثمان سلم بن عماد، والله اني صادق، وانا اعتذر من الليله العمانيه ذاك اليوم بظرف لا حيد طارئ وانت داريبه داريت وكلمتني جزاك الله واشكرك على كلامك واعطيناك مجال عشان كذا ما ابغاك تتكلم مره. انا الحين بنتكلم الحين في احد يبيك حوا دخلت يا رجل الرجال سولف علي هاتي تهوى لا تهوى عندي تهوى تهوى عندي تهوى انا ما تتهويت للحين بمناسبة كلامك ذا الطيب ارجع 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 اجلس هناك اجلس بمناسبة كلامك الطيب يهديك الناس هذه مساعد الشيخ يهديك يا فايل استاهل ما في ابعادنا هذا ما في لف ودوران يا مش في البرميزه ولد استرع رايتك بيضاء استرع يا طيب استرع لاحظتون عثمان من البارحه ما بلا يقول كلمتين كد 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 لما ادته فا لا تحرج تجي لا تحرج قول قول لا تحرج لا 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 تقعد تشر بصابعك ما في عندنا هنا لا لا ترى عيد مساعد الشيخ والله كان اخطبوط ما كاني الله الدنيا صعبه قاعد من حال الى حال لا 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 تفيدك لا تفيدك ارثم رثم لا